ما يكونش في المغرب، ممكن الملعب يكون محايد، ممكن الملعب يكون في دولة إفريقية شوف مش عربية. شوف اللي بيحصل في الكاف والضغوط اللي الفترة اللي فاتت والكلام الكتير والوعود اللي الوعود كانت طلعت من أحمد أحمد أو من غيره لإرضاء الطرف المغربي لتعويضه عن بعض الأمور، ما أعتقدش إنها هتستمر. ما أعتقدش. وخلينا أكون واضح معاك بقى عشان أتكلم بشكل مش واضح. هتلحق توقيت إعلان الملعب، دي حاجة. ده اللي تقصده. دي حاجة. الحاجة التانية، هتاخد الملعب ولا هتاخد البطولة؟ تلعب بمعنى على انهي؟ يعني تلعب على سكة هتاخد النهائي عندك ولا تسيب الدنيا ماشية في الملعب وممكن تبقى عندك تخديمة في سكة المباريات؟ انت بتقول كلام كبير على فكرة. لا عادي، ده كلام طبيعي، ده كلام طبيعي. خلي بالك بس، ما احنا شغل اصلي ما نقولش ليه واحنا شفنا، ده احنا شفنا وشفنا وشفنا ولسه هنشوف. ده احنا شفنا بايد كده بتطلع من بره وبكده بتخش وحكم بيجي كده وحكم بيجي كده، شفنا وشفنا نهائي افريقيا السنه اللي فاتت عمل فيه ايه، شفنا. لا ده انت عديت كل حدودك في المنطق ولا منطق وكل الامور ومحاكم رياضيه ما فيش وتحت انظار العالم كله. بس المره دي الوضع مختلف في نقطه معينه اقول لك عليها برضو، والاعلام كتب فيها كويس. الاعلام في افريقيا تحديدا، فكره كمان ان موضوع الملعب، انت عندك الانديه التونسيه موجوده، كويس عندك الانديه المصريه موجوده، كويس عندك سان داونز موجود في البطوله كويس الافريقيه، ففي كويس كذا راي او في كذا وجهه نظر جوه المكتب التنفيذي معارضه لفكره احمد احمد او الوعود اللي ما بين احمد احمد وفوز لكجع بخصوص المباراه النهائيه. طبعا ده مأجل القرار. طبعا هل التأجيل ده مع الوضع في الاعتبار، فكره انه هيلحقوا او ما يلحقوش دي نخليها جانبا دلوقتي، الاعتراضات دي مع دخول لجنه المسابقات طرف في الموضوع ممكن يودينا فين؟ ممكن يوصلنا للملعب تبقى مباراته فين؟ بص، من الافضل ان يكون ملعب النهائي بعيد عن الفرق، طبعا ملعب فير، او كنت تعلنه من الاول فير، يعني كنت تعلنه قبل دور الثمانيه بالظبط، كنت خرجت من، شفت، حتى لو كنت هتديه الوداد، كنت هتديه المغرب، كنت خرجت من الملف ده، كنت خرجت من الملف ده قبل دور الثمانيه، انت كنت تقول هيروح كذا، انما انت دلوقتي بقى عليك اظبطه. وبعدين جيت في الاخر حصلت بين استاد القاهره مركب محمد الخامس، وبعدين رجعت قلت لا هنشوف من الاول. انا مخرج الاتحاد الافريقي الوحيد الان انه يبقى في حته محايده، ملعب محايد طبعا. خلاص ابعد عن الثمانيه بقى. طب ليه ما يوكلش ملف لجنه المسابقات؟ للجنه المسابقات سالت برضه، حبيت اعرف المسابقات طرفها ايه في الموضوع ده، فوجئت ان لجنه المسابقات اصلا ما عندهاش، مش لا دي عامله كراسه شروط ومحدده معايير. ما هو ده بيحصل المباراة. عشان لما تيجي يقول لك ادي الشروط بتاعتنا اهي، بس المكتب التنفيذي مش معاها ولا تحس ان الاتجاهات عكس بعض. بص يا محمد، لو مشيت بكده يبقى هيستنوا دور الاربعه يخف شويه، فبالتالي يبقى عندك مساحه، لان انت برضو لو اديته دلوقتي هتروح جنوب افريقيا ما ليها ممثل، هتروح مصر ليها ممثلين، هتروح يعني كل دوله من اللي انت عايز تروحها فيها، فقد تكون في دور الاربعه يظهر لك حاجه يخليك تقول اروح حته ثانيه. مع الراي اللي يقول لك روح ملعبه في غينيا الاستوائيه او لبروفيل في الجابون او كيجالي في اوغندا، اروح في اي حته دي. بس اروح في ملعب يستطيع ان يستضيف نهائي البطوله، ويكون فيه تسهيلات سفر كمان. طبعا كل حاجه، إقامة وتسهيلات سفر ومفيش مشقة وملاعب تدريب كويسة وجمهور يروح ويستنى يعني يبقى كل الحاجات ده محمد متوفر. طيب عايز أعلن خبر مهم جدا لكل المشاهدين، عشان طبعا الناس كلها بنتكلم على مباراة الأهلي وصن داونز. النادي الأهلي حدد وأعلن إن مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 فبراير. تاني، النادي الاهلي اعلن وحدد ان موعد مباراه الاهلي وصن داونز في ذهاب دور ربع النهائي يوم 29 فبراير. طبعا وفقا للرؤيه الفنيه كل نادي بيحدد الميعاد اللي شايفه من وجهه نظره، وبالتالي ده الميعاد اللي الاهلي شايفه اصلع وانسب من وجهه نظره. ولكن يعني اما نشوف المباراه اللي قبل كده بس، وفي مباراه هتاجل ولا لا، بس انت كده كده بتعمل حسابك ان مفيش حاجه متاجله. بالظبط، يعني انت كده عامل حسابك ان تاجيل مش تاجيل انت موجود، وزي ما قلت لك مع المباريات والنتائج هتبان في المرحله الجايه. تمام، اوكي. طيب جزئيه ثانيه برضو متعلقه بملف البطوله الافريقيه، خطوه اغلاق الاستاد ده ادى فرصه ان المباراه النهائيه ما كانش متاحه ان تتلعب في مصر.
لان حتى الصحافه التونسيه والمغربيه بتتكلم على فكره استضافه المباراه النهائيه، الكل عارف ان ملعب رادس مستبعد وغير مطروح لاستضافه المباراه النهائيه نتيجه عقوبات كثيره وقعت على الملعب الفتره كويس. الاخيره لكن غلق الاستاد حتى الاعلام في شمال افريقيا راح في سكه قال لك استاد القاهره غلقه ادى مساحه ان ممكن المغرب تستضيف النهائي خالص ملهاش علاقه خالص. ليه؟ لان انت قلت انا قافله، بس قلت قافله قد ايه؟ مش معلن مقفول قد ايه؟ طب هيشتغل امتى؟ مش معلن. بس في نفس الوقت ان انا بقول لك اهو انا مسؤول على الكلام اللي بقوله، انك لو عارف وده بقى معروف قبلها ايوه ومعروف عند البعض القائمين على القرار انه جاي استاد القاهره هتقول طيب هل وانت بتحدد محمد الخامس مركب محمد الخامس واستاد القاهره رجعت للادارات هنا وهنا الرياضيه وقلت لهم انا اقدر العب عندك في التوقيت ده واقول لك اوكي، ولا ده كله كلام انت ما رجعتش؟ انا بقول لك حتى هذه اللحظه ما حدش رجع لحد، وعود كلها لكن لم كلام يتم الاخطار لكن لم يتم الاخطار. طيب الفتره الجايه لو الامور ماشيه في سكه انه جاي استاد القاهره هتلاقي استاد القاهره جاهز، لانك بتبقى عارف من بعض رجالك داخل صناع القرار داخل هذه الاتحادات ان هو جاي لك، فانت بتظبط بس.